باشمهندس رخص. رخصة؟ أنا ما معيش رخص يا باشا. في واحد ما معهوش رخصة يا باشا. يا نهار اسود، معهوش رخص؟ أنت يا ابني أنت. نعم يا باشا. معكش رخص ليه؟ ما هو مش أنا اللي سايق يا باشا. وافرض اللي جنبك ده جرى له حاجة، مش أنت اللي هتسوق؟ ما أنا ما بعرفش أسوق يا باشا. كمان يعني لا معاك رخص ولا بتعرف تسوق، ده أنت وقعتك سودة. يا نهار اسود، أنا أصلا سواد يا باشا. طب إيه العمل يا باشا؟ ولا حاجة، عايزين منك 35 جنيه وصورتين وشهادة بطنة ونظر. والامتحان امتى؟ لا ما هو مفيش امتحان غير لما تطلع رخص. اه صحيح. يعني ايه يا باشا؟ يعني هنحتاج منك كمان 35 جنيه وصورتين وتيجي بكره الصبح بدري، انت فاهم؟ بصراحه انا مش فاهم حاجه في الليلتين دي بقى يا باشا. انا ما معيش سوى. مش مهم، احنا حفظنا شكلك. طب ممكن 10 جنيه كده؟ يلا يلا. هات لي الواد بتاع الدليفري اللي جاي هناك ده بسرعه. على فين يا وحش؟ يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام. انت مش رابط الحزام ليه؟ قول لي يا ابني انت، الصندوق ده فيه ايه؟ في اكل يا باشا. والاوردرات اهي. وريني الاوردرات دي. راجع معايا الاوردرات دي بسرعه. حاضر يا باشا. اتنين موزة. اتنين موزة. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام زاجل. مفيش حمام زاجل؟ اكيد سبقوا. امسك امسك. هات دول. اتنين حمام مشوي، يبقى الحساب 66 جنيه ونص. ايوه باشا ما انا عارف. طب ما تدفع ولا هتاكل سفلقه. انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا. مش فاهم حاجه ايه؟ 66 ونص محتاجه اشرح. هتبلط الجد ولا ايه؟ لمؤاخذه يا باشا. اتفضل يا باشا. دول 70 جنيه يا باشا. اكتب له وصل ب 3 ونص. يا قالوا يا راجل. يا باشا ده تبس. احنا برضه ناس بنلف في الوصول. يلا يلا. بونا بيتيب. انزل يا فؤاد شوف ايه الظاهر. دي لجنه يا باشا. ما انا عارف انها لجنه. انزل قول لهم ان انا مستعجل. حاضر. لو سمحت يا سياده الامين، نسيم باشا الرشيدي في العربيه ومستعجل، لو بس ممكن تديله طريق. يعني ايه نديله طريق؟ زيه زي بقيه الخلق. بس يا امين انت لما اكون انا موجود انت ما تتكلمش خالص. احنا اسفين، قول للباشا يعدي. شكرا يا باشا. القانون قانون. خلاص يا عم المحامي، القانون قانون ايه؟ بيقول لك باشا يعني ممكن يطلع لوا. اترمي على جنب هنا، مش عايز اسمع صوتك. يلا عدي عدي سكه بسرعه. عدي عدي يا اخويا عدي. باشا ممكن بس كارت من سيادتك؟ انزل هات لي الولدين دول بسرعه. ولدين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وظابط. انزل اتحرك. جعفر يلا يا جعفر اجري. ايه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا طب قول لهم عليهم ابن خالتك. يلا طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه يا حيوان ما تعرضنيش. الحقوهم اجري. اجروا ادوهم بسرعه. الكل مين حضرتك؟ ضرب ايدك يا مسطول دول حكومه يا باشا. سيادتك انتوا سمعتوا الحراميه. طب اجروا انتوا الناحيه الثانيه. محدش فاهم حاجه خالص خالص.
علينا ولا ايه؟ امسكوا الناس دول عيب كده عيب كده، اديكوهم لحد ما نجيب بقى القوة. يا ناس هم اللي نصابين مش احنا. مين هنا من زمان عمره ما حيانا؟ يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده يلا. أخصمك لسه صاحي ولسه صاحي أسيبك أسيبك. لا إزايك يا صايع يا ضايع أنت وهو يا ست أولجا؟ عيب كده، ما أنت كنت عاملة فيها ننسى عجرم من شوية. إيه ده؟ وإيه اللي أنتوا لابسينه ده؟ كل سنة وحضرتك طيبة يا ست أولجا، النهاردة عيد الشرطة. عيد الشرطة؟ أمال في العيد الكبير هتلبسوا إيه؟ خرفان؟ يخرب بيت عسلك، ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول، ما تحبسيهم احسن. او تسميهم. اسمهم سم كده؟ داريكو ودي فيك، دول حبايبي. طب يلا بقى خدي حبايبك وخشي نامي، عيب كده يا ست عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم، ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطوح. عسلين محجر يا ست طيبه وفي عم. بص اطلعي وانا هحصلك على طول. يلا اطلعي يا عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي يلا يلا. خربت يا معلم. طب انا عم وحيده بقى ما خليتش. بص محجر ما يا جعفر يا ابن النصابة. عبده مجنون، عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان، وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر، الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا، احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. ابوه خريج سجون وهو اصلاحيه، ما نبعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه. وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبي بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البانجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده؟ يا سونس. يا حبيبتي، وانت كمان وحشاني والله. كلها تيجي ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك انت تيجي ما تجيش؟ انت مالك؟ اي حاجه اضطر القعده يا حوده. وانا بكلم مروحه اضطر القعده؟ معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. يا سونس بقول لك، ما تعدي عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشاء. ثانيه واحده، عايز ايه؟ عشاء. هاتي معاك عشاء يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت معلش يا حوده، اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبه قوي. معلش معلش يا سونسون، هاتي معاكي سمك وانت جاي. يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الاوضه، ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني، دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوده. لا في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوده، تهون عليك العشره والصحوبيه والمرمطه واسكندريه. خلاص خلاص يا شكري، اخليها تجيب معاها واحده. طيب لا حرام. حرام؟ اه يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال، واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوده وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك، وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه، ولا اقول لك اشتغل في الطاقه الذريه. تريق تريق، بس اي حاجه حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا فنانين مبدعين من نوع جديد. ازاي؟ لا هشرح لك بعدين. المهم اخليها تجيب معاها واحده. تجيب طبعا. طب ما كمل بدري. برافو، تستاهلوا فعلا انكم تشتغلوا معايا. ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح ولا مكياج؟ قول لي مكياج ريحني. لا ده بجد يا باشا. اخرس. اسمع يا نسيم باشا. ما تقوليش يا باشا. طب اسمع يا نسيم. ما تنطقش ولا كلمه. العيال دول عايزكم تجيبوا لي كل المعلومات عنهم، ساكنين فين، بيعملوا ايه، لهم سوابق في اداره النصب ولا لا، مفهوم؟ برافو يا باشا، بس شوية بيانات صغيرين عنهم كده. يعني ايه؟ يعني ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ ليهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ حمار، بره! حاضر يا باشا. بره! بره! برافو يا باشا. بره الحيوان! في ايه يا لولا؟ موظف الشهر العقاري جه يا باشا. دخلهولي على جوه. الورق جاهز؟ جاهز ومتسجل قانوني باسم سيادتك يا باشا. يعني حته الارض دي دلوقتي بتاعه سياسه. طب خدي ده واطلبي لي مدير البنك وانت عدي على الحسابات. الله يبارك لك يا باشا. محدش هيولع في الكلاب دي ولا ايه؟ كلاب ايه بس؟ سيبك منها، خلينا في المزز اللي جايه. بص بقى يا جعفر،
انا مش عايزك تخاف من اي مزه. اخطف المزه قبل ما تخطفك. من الاخر كده انت محتاج معلقتين ثقه. معلقتين ثقه ايه بس وانا اعمل علاقه مع كوبايه؟ وبعدين يا حودة انت عارف مشكلتي، ابتسامه في اللقاء وسرعه في الاداء. ابتسامه في اللقاء دي مطلوبه، لكن سرعه في الاداء دي لازم نقعد فيها مع بعض شويه. حق يا حودة، الموضوع ده لو اتظبط يبقى لك الحلاوه. بص يا معلم، اول ما عينك تقع على اي مزه غمض. غمض ايه الاندهاش ده؟ عادي يعني. خلاص اغمض. بعد ما تغمض تعد من واحد لحد عشرة. وانا لما اعد من واحد لحد عشرة بصر هيرجع لي تاني. هزر هزر، ما هو ده اللي جايب لك السرعه. جب جب. ايه ده؟ من فين صاحبتك؟ ما لحقتش اجيب حد معايا. ابدا العد يا حوده. اه عد بس من واحد لحد ما النهار يطلع. خش خشي. من الوحش؟ الله، ده ابن اختي. وانت جايبه ابن اختك ليه؟ رايحه مستوصف؟ الله، امال اسيبه عند مين؟ سيبيه مع عمه جعفر. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر، مبروك مجالك. وانا اعمل بيه ايه ده؟ عد من واحد لواحد ونص عبال ما اجي لك. يلا يا اختي يلا. استنى، والسمك مش هنقليه؟ وانت جايبه مشوي؟ لا، جايبه ني. دي هبله. دي ليله زفره يا معلم. عملتها. انت كمان عندك سرعه في الاداء. انت بتعمل ايه؟ لا ده موضوع قديم، هبقى افهمك عليه بعدين. طب يلا يلا عشان مستعجله. مستعجله خالص. مستعجله قوي يا ست. هتصفي وانت بتتكلمي. طب يلا عشان مستعجله. لا لا، اذا كنت مستعجله عندك جعفر قاعد بره سرعه في الاداء استاذ، لكن انا بالراحه بالراحه بالراحه. بس 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 يا حبيبي بس. ايوه ايوه بس. رديك بالبناء في وشك. بس 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 بس، عشان خالتك مركزه جوه ومش عايزين نقطع تركيزها. بس يا حبيبي بس بس بس. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشرب. انا ما بعملش حاجه، انا بشرب. هو انا كل ما اقول لك يلا تطلع لي 100 حجه؟ افضحيني بقى افضحيني، مش كده بالراحه شويه. طب يلا يلا. ايه يلا عشان مستعجله. ما هو الهواجه دي هتخليني ما اعرفش اعمل حاجه خالص انا. طب يلا. حاضر يلا بقى. حاضر حاضر، هتصرف. حاضر يلا. حاضر. ايه انت رشة رنجة ولا ايه؟ دي ملوحة. طب يلا بقى. وفي اي لاف يو جوه برضو. انا عايزك لما تروح تحكي على كل اللي شفته هنا. عايزك تجرسها عشان هي كدابة وقالت ان هي واخداك عشان تفسحك وسايباك وبتتفسح هي. بقول لك ايه، تحب اوريها لك جوه وهي متلبسه؟ تعال تعال قوم يلا بينا. اوبا. بص بص، معلش انا هستخدم صباعك عشان انت صباعك رفيع. لو وقعت لي المنديل ده هبصصك. بص يا عم، بتعيط ليه وانا حاططهولك في خلاط؟ دي للكلب عمره ما يتعدل. هو في ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ماشي يا جعفر. انت لسه هتبوس؟ بلاش احباط بقى، يلا من هنا. يلا قوم البسي هدومك وخد ابن اختك وخوري يلا. يعني انت تفتكر خالك هيعرفك بعد ما طردك من 15 سنه؟ طبعا هيعرفني، وبعدين ما طردنيش، انا اللي مشيت بمزاجي. خالي حبيبي. خالك مين يا حيوان؟ مش عم عبد المحلاوي برضو؟ مش فاخر يا ابني، وانا عالي دفتر ده مش عارف هو مين اصلا. هيعرفك انت. يلا يا ابني مش فاضيين. استنى بس يا حوده، طول عمره كده بياخد وقت عبال ما يسخن. هو تستر وقت ايه اللي هياخده؟ ورانا شغل يا جعفر. بص فيها كويس. مش شايف يا ابني، العتب على النظر. انت فين؟ ما تحرجنيش قدام صاحبي بقى يا خال. خلي عندك دم. الواد التخين اللي واقف زي العجل ده. يعني فتحت دلوقتي وبقيت زي القرد. انا بتكلم على اللي وراك. بس يا حوده، الراجل الذاكره بدات ترجع له. انا جعفر ابن اختك زنوبه اللي جيت من البلد وطردتني. اه اقصد لما مشيت بمزاجي. في حاجه يا بابا؟ عايزين حاجه اساتذه؟ بابا انت بدريه ولا عايشه ولا راشه ولا علا ولا هانا ولا حاله؟ انا عايشه. انت مين؟ انا جعفر ابن عمتك زنوبه. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا عايشه؟ اخس عليك، ده احنا قلنا انك هجرت ولا لا قدر الله يكون جرى لك حاجه. عمر الشقي بقى يا عايشه، اقدم لك صديق عمر حوده. ازيك يا عايشه؟ ازيك يا حوده. وانت بقى بتشتغلي ولا بتدرسي؟ انا كمبيوتر بروجرامر. وانت؟ لا انا كويس الحمد لله.
بقول لك ايه يا عيش، عايزك في موضوع كده. تحت امرك. واخد البنت ورايح فين يا حيوان؟ رايحين نركب عجل. خدني وراك. الصندوق ده فيه ورق مهم عايزك تشيليه امان عندك. اوعى حد يشوفه يا عيش. من عليا. سلام عم عبدو. عبدو مين؟ في واحد بتباشا اسمه عبد الناصر قام بالثوره امبارح. امبارح؟ طب خش نام انت وانا هصحيك على العبور ان شاء الله. كتك نكسه. احلى حاجه في الدنيا انك تقعد تضرب مخدرات لحد ما يتقبض عليك. يا ساتر يا رب. ليه يعني؟ عشان انسى نسيم باشا. تصور بقى جعفر، انا معجب بالراجل ده. طبعا طبعا. ايه انت فاهم حاجه؟ شوف كان ايه وبقى ايه. من بلطجي بيجري لو شاف امين شرطه لبرنس، الكل بيضرب له تعظيم سلام. هو ده الشغل اللي بحقه حقيقي مش احنا. مالنا؟ ما احنا الحمد لله زي الفل، هو معانا نص كيلو بانجو. ركز بقى يا جعفر، خلي عندك طموح. احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير. احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ انا هقدم على هجرة عشان استريح منك يا جعفر. انزل هات لي حته لحمه عشان نجر الرجل فيك على تحت. فيكي ما تسرحش بخيالك قوي كده، انزل وانت ساكت. يلا يلا سيب العشا ده. يلا النهارده عيد ميلاد فيكي ومش عارف اجيب لها ايه. كل سنه وهي طيبه. الله لذيذه خالص. ده دلوقتي بس، ما تعرفيش اول ما الليل ليل علينا بعيد عنك بتبقى نار وايده في جتتها. ليه خير؟ فيكي يا هاني نوع نادر جدا، جبتها معايا من اسكتلندا وللاسف كبرت ومحتاجه زي اي ست حلوه وشيك وطويله ما بتبقى محتاجه. فاهمه وحاسة بيها. للأسف قلبت البلد كلها على ذكر مش لاقي. نعم. من النوع ده يعني ما تتحمقش قوي كده. فياريت يا هانم لو تعرفي أي حد من أصحابك أكون شاكر جدا. هو فعلا في أزمة في الديكور اليومين دول. الله، ما حضرتك اتحمقت قوي من شوية ليه؟ ما علينا، المهم حضرتك أدي الشهادة بتاعت فيكي وأدي صورة لفيكي. أنا عندي استعداد أدفع لغاية 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ حضرتك مالكش دعوه، انا بتكلم مع الهانم. اصل انت يا هانم ما تعرفيش هي عزيزه عليا قد ايه وصعبانه عليا قد ايه. مش لوحدها يا حضرت. لا انت صعبانه عليا من ساعه ما دخلت اصلا. يلا المهم حضرتك ادي الكارت بتاعي وده رقم الموبايل، ودول يا هانم 1000 جنيه عربون. لو لقيتي اي ذكر من نوع فيكي ارجوك تتصلي بيا، ولو ما لقيتيش برضه اتصلي بيا. ما تقلقش حضرتك. ميرسي جدا. سوري. يلا فيكي يلا. لبست وشرفت. حضرتك نظف مالكش دعوه. بس بقول لك ايه، هو الراجل ده جوز حضرتك ولا بيشتغل هنا؟ للاسف. للاسف ايه؟ بيشتغل هنا؟ لا جوزي. بينظف بس؟ ما طلعتيش لوحدك يا فيكي. مش عايز تبيعه؟ الجاكيت ولا الكلب؟ الكلب. مش ممكن. ايه انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك عندك ولاد؟ ها؟ عندك ولاد؟ عندي 4. تبيع كلب منهم؟ اقصد تبيع واحد منهم؟ اكيد لا.
يبقى حضرتك عرفت الاجابه. استحاله ابيع عليكم يا استاذ. مش ممكن ابيعه. لا 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 لا. طب تعالى بس تعالى تعال. وعلشان خالص ال 30,000 يبقوا كام؟ 29,999 نزلت لك جنيه. دمك شربات. بتكلم لك 25,000. وعلشان خاطري كمان مره 22,000. 20,000. 20 20. قول له حاجه يا ريت. اجمد يا ريكو. ما تعملش زيي. 15,000. تعالى معايا. لا كده ريكو هيضيع مني. ما تخافش هتاخد فلوسك. هات 10,000 من عندك. مبروك عليك. قلبي معاك يا ريكو. بسرعة بسرعة كلم الراجل ده فيه 20,000 مكسب بسرعة. أيوة الكارت بتاعه اهو. يلا هذا الرقم غير موجود بالخدمة، من فضلك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. تي تي تي. يا حول الله يا رب. دي حادثة دي ولا ايه؟ هما متعودين يباتوا برا؟ عمرهم عمرهم ما عملوه صدقني. معلش يا ست أولجا، ما انت عارفة كلاب اليومين دول بيحبوا العضل، يمكن راحوا كده ولا كده وهيرجعوا تاني. طب ما معهمش اي اثبات شخصية؟ لا يبقوا اتمسكوا تحارب. بص عليكم كده بتتريقوا عليا، وانا اللي بقول عليكم انه كنتوا زي ولادي. خلاص معلش يا ست أولجا. معلش والله بنهزر معاك. وهندور لك عليهم ونجيبهم لك لحد عندك. واه وهيباتوا في حضنك الليله. الليله الليله يا أولجا. بس انت يلا بقى يلا، ما يصحش تقعدي هنا. يلا قومي هنجيبهم لك. حاضر. على مهلك. اشوف على مهلك. اشوفهم. دي دخلت هنا ازاي دي؟ بالراحه بشويش. يا روحي نوحي على البخت اللي راح نوح. معلش يا حبسة قهرك في دارك يا أولجا. سرحوا بوحي. معلش يا ست أولجا. ده القلب صافي ولا الطريقة طبيب شافي. يلا عشقة على طول الدواء يا خلق الجروح. عشقة على طول. عجبك كده؟ بقولك ايه، ما الكلاب مالية الشوارع، انزل هتلاقي اتنين. هما سندوتشات يا حودة، ما كانش المفروض نعمل اللي احنا عملناه ده. الست عاملة السطوح ده كله عشان خاطر الكلبين دول. صعبان عليا قوي. بقولك ايه، ما يصعبش عليك غالي، يعني الكلاب تاكل واحنا نجوع.到港之前，我需要500万美元的保函，我要有足够的时间办理手续。مطلوب خطاب ضمان بخمسة مليون دولار قبل وصول الشحنة بوقت كافي عشان يقدر يتمم الإجراءات. وماله حبيب قلبي؟ وماله تحت أمرك، أنت تأمره ولا إيه يا باشا؟ نو بروبلم. أهم حاجة يا سيم باشا أعرف ميعاد دخول الشحنة بالظبط. شحنة إيه؟ ده كلام على ورق. الشحنة رايحة بلد تانية خالص. كده يبقى في كلام تاني خالص. يا عم ما احنا لسه هنقعد مع بعض في العوامة، وانا عارفك بتحب العوامة. ايه اللي انت لابسه ده؟ مش دول صينيين وفي صرص دلوقتي وبتاع؟ خليك في حالك والنبي عم محسن. قول لهم كل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله. تا شويتي روتشان ميو شماوانتي. المعلومات اللي سيادتك طلبتها اخليها بعدين؟ لا 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 لا، تعال قول. تعال اقعدي. عدم المؤاخذة اخويا والنبي، قول لهم دقيقة واحدة وهرجع اكلمهم تاني. جعفر مبروك الضو ومحمود شفيق البوراي، السن 27 سنة، ما كملوش تعليمهم، بيشتغلوا في النصب بس ما لهمش أي سبب. عزلهم من مكانهم القديم وجاري البحث عن مكان سكنهم الجديد. تمام يا باشا؟ تمام يا لؤي. نرجع للديل بتاعنا بقى. إيه يا إخوانا في إيه؟ صلوا على النبي. إيه؟ هو في الصين برضه في بص للموزز وبتاع؟ ومن زي تي اتش شو؟ خيو شو مشر؟ هو بي تي هو تي فا شين كوسو ومو فوق انا فانشي. أول ما يحضروا الشحنة هيبعتوا لك جواب يقولوا لك فيه ازاي تدفع الفلوس. وماله حبيب قلبي؟ وماله ما فيش أي مشكلة؟ في حاجة تاني؟ تشو خيو شو مشر؟ تشي تشونغ ورندا شيكوان بيعشي لها خطوة تشانغ يي. ده بقى تقليد صيني إن اختلاط الدم بيدل على الإخلاص والوفاء. اختلاط دم؟
هتذبحونا ولا ايه؟ في ايه؟ لا ابدا، حاجه بسيطه مش دي، بس اصبح حضرتك جرح بسيط انت والسيد المدير. جرح؟ ده ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ تقوم تفتح الباب. انا فتح اخر مره، افتح انت يا عم. افتح ما تبقاش بايخ يا عم، افتح انت خفيف. انا خفيف. عيشة، اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بيكي، منوره، اتفضلي. ايه كلمات؟ يا حول الله يا رب. يا شيخ فلا الله ولا فالك. امال ايه اللي جابك؟ استنى بس لما تاخد نفسها الاول. انا جايه اقول لكم ما تهوبوش ناحيه بيتنا، في ناس جم سالوا عليكم ومراقبين المكان. والصندوق؟ ما تخافش. هو الصندوق ده فيه ايه؟ ده بعدين. احنا متشكرين قوي يا عيشة على اللي انت بتعمليه معانا. انا بس اللي اشكرها، دي بنت خالنا. طيب بعد اذنكم بقى. ايه استني ما نوصلك في طريقنا. يا عم دي بنت خالنا، استني نوصلك في طريقنا. هو احنا مش طريقنا واحد؟ اه خلاص يلا نوصلك في طريقنا. يلا انا برضو اللي هوصلك. يا جعفر ما تكبرهاش، ماشي ما فيهاش حاجه. جعفر يا جعفر، ما تبقاش سريع في كل تصرفاتك.